من القاهرة ينضم إلينا محمد الأسمر، محلل سياسي ليبي ومدير مركز الأمة للدراسات. أهلا بك سيد محمد. بداية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر يعلن إسقاط اتفاق سخيرات، ما دلالة ذلك خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها ليبيا؟ مرحبا، مساء الخير. القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشيخ خليفة حفتر في كلمة للشعب الليبي مساء الخميس الماضي طلب من جماهير الشعب الليبي اسقاط حكومه الصخيرات والانطلاق بتفويض المؤسسه العسكريه لاداره شؤون البلاد لمرحله مؤقته، تاسيس ان الشعب هو مصدر السلطات وهو مصدر التشريع ايضا، وقد حرم الشعب الليبي طيله هذه السنوات بناء على الاتفاق المشبوه من القيام بالانتخاب واختيار حكومته التي يرغب بها، حيث اوهموه بقيام انتخابات في شهر ديسمبر 2017 ثم تأجل ديسمبر 2019 وتقوم بذلك، بل قاموا بتفجير المفوضية العليا المفوضات في الثاني من مايو 2018 على يد الدواعش والميليشيات، وراح ضحيته أكثر من 14 شخصا وعشرون جريحا. إذا هنا في هذه الدعوة وما تم اليوم وقبول القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتفويض الشعب الليبي لهذه المهمة هو رقم واحد دعوة لكافة الشعب الليبي للمسار الجديد الذي يكون فيه رأي الشعب، لأن هذه الحكومة التي فرضتها الوصاية الدولية باتفاق الصخيرات وانتهت صلاحيتها ولم تقم بمهامها وخرقت حتى برود الاتفاق نفسها باتفاقات مشبوهة وعلى رأس الاتفاقية التركية في المجال البحري والتحقيق الأمنية التي بموجبها أصبحت المياه والأراضي والأجواء الليبية منتهكة هذا أولا، ثانيا هو إحراج لما يسمى بحكومة الوفاق، إذا كانت لديها حاضنة شعبية والاجتماعية فلتكن هذه الحاضنة في الصورة ولنسمع أصواتها. يعني المشهد الليبي الآن دخل في مرحلة جديدة، وماذا الآن، ما هي المبادئ التي ستمشي بها الإدارة الجديدة للشؤون الليبية؟ أولا من الناحية الإجرائية والتشريعية يجب العمل على إصدار إعلان دستوري جديد، لأن هذا التفويض بيومته يلغي كافة التشريعات السابقة وأيضا كافة المساندات التي تضمنها اتفاق الصخيرات، هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، إذا ما تم هذا التفويض بشكله التام خلال الأيام القريبة والآن بدأنا في الخطوة الأولى بقبول المشير القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بهذا التفويض، ستقوم المؤسسة بالتوجه إلى المناطق الإدارية وهي البلديات حسب التقسيم الإداري لليبيا، ونخص هنا البلديات المؤيدة للقوات المسلحة والخاضعة لسلطة البرلمان والحكومة الليبية المؤقتة وتقسيمها إلى مناطق إدارية، والمباشرة في عملها بمهام سياسية واقتصادية وأمنية بالإضافة لمباشرة قوات المسلحة العربية الليبية باقي مهامها في الحماية والتأمين لكافة الأراضي الليبية. نعم. طيب، الأراضي الليبية التي تشمل تفويض خليفة حفتر بإدارة البلاد، هل هي شاملة؟ هل تقتصر على يعني مدن أو مناطق معينة؟ كيف سيمشي ذلك أو آلية تطبيق هذا القرار الجديد؟ هو الحقيقة الآن ندخل في الناحية العملية، ليبيا الآن عمليا هناك مناطق خاضعة إداريا وإجرائيا لسلطة ما يسمى بحكومة الوفاق المجلس الرئاسي، ومناطق أخرى خاضعة من ناحية إدارية للحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن البرلمان. الآن المناطق التي دعمت القوات المسلحة العربية الليبية والتي التأم اجتماعه الكبير في 20 فبراير 2020 في مدينة هنا ل1200 قبيلة بحضور 5000 شخص، هذه ضمنيا فوضت القيادة العامة منذ ذلك الوقت وأكدتها الآن، إذا ستكون الخارطة الديموغرافية الآن بما هو موجود عليه المناطق المسيطرة على القوات المسلحة العربية الليبية هي أصلا وضمنا من الناحية الإدارية تمتد أوامرها وإجراءاتها وأيضا المرتبات والإجراءات المالية والمهايا من الحكومة الليبية المؤقتة من المؤيدة للقوات المسلحة العربية الليبية. الآن تمركزات القوات المسلحة العربية الليبية في أكثر من 85% من الأراضي الليبية، وأيضا بحساب البلديات والمحليات والمدن فأن هذا العدد أيضا متوافق مع هذه النسبة، ولكن طبعا الثقل السكاني الكبير الذي يقع من مدينة طرابلس ثم مصراتة ثم الزاوية إلى حد الآن خارج هذا التفويض من الناحية الإجرائية، ولا يستطيعون الناس التعبير، فإن إذا كانوا حتى حكومة الوفاق لن تقوم بهذا الإجراء، إذا كان الناس يقبلون بهذا الإجراء أم يرفضونه بالطبع هذا غير متاح
في ظل سيطرة وهيمة الميليشيات على هذه المناطق. نعم. محمد الأسمر المحلل السياسي الليبي ومدير مركز الأمة للدراسات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.